مشاهدينا ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ولسه مكملين في برنامجنا حوار مع الكبار. الفقرة دي هتكون بتخص اكتر فئة السيدات والبنات، علشان هيكون معانا النهاردة ميك اب ارتست، وكمان هتعلم البنات ازاي يعملوا ميك اب سيمبل للجامعة، صح كده؟ صح هي كده. ضيفتنا متوترة شوية. طبعا بنرحب بيكي نيرة علي، ميك اب ارتست، اهلا بيكي. اهلا بيكي. وطبعا اسراء القمر من ورانا. في البداية أنا عاوزاكي تكلميني الأول عن بدايتك، بدأتي إمتى وعندك كام سنة والكلام ده كله؟ انا عندي 21 سنة، بدأت من سنتين، اخدت كورس ميك اب وابتديت اشتغل على نفسي، عملت بيدجات، كونت داتا كبيرة. بس طيب أو أعرفيني بقى مين اللي دعمك في الأول، يعني اتكلمي معايا كده. بابايا ومامتي طبعا هما اول حاجة، الفضل ليهم، هما اللي دعموني، هما اللي شجعوني ان انا اعمل كده، هما دايما بيشجعوني على اي حاجة انا بحبها بصراحة. اخواتي الولاد الاتنين دايما بيشجعوني، دايما بيدوني نصايح من خبرتهم انه ابقى احسن، واني ما اخافش، واني اخد خطوة ايجابية في حياتي. طيب هل بقى الميك اب ده انتي اصلا بتحبيه؟ يعني هو كان عندك هواية جدا ولا هو دراسة بس؟ جدا. بس لما كنت في ثانوي مامتي كانت حابة اني اكمل دراسة، اخلصها الاول وبعدين لما ادخل الجامعة اشوف يعني اللي انا حباه اخش اشكلتي فيه بقى الموهبة دي بالكورسز. بالكورسات، صح؟ طيب عاوزة بقى، انتي النهاردة طبعا قلتي هتعرفيني حاجات كتير جدا في مجال الميك اب، وهنعمل ايوه. ميك اب للجامعة، بس في البداية المشكلة اللي بتواجه كل البنات، عاوزة أعرف منك إزاي أعرف نوع بشرتي نوع البشرة بتتعرف في الصيف، في الصيف؟ دي اكتر يعني اكتر حاجة بتواجه البنات، البشرة الدهنية، انه بتكون شبه حرف التي، انه بيبقى الحتة دي كلها مليانة دهون في الشمس، بتتعبهم جدا. في الشتاء بتتحول لبشرة مختلطة. بتعرفيها ازاي؟ بتعرفيها من الماسكات اللي بتعمليها، بتعملي سيرش، الكريمات، كل ده بيعرفك نوع البشرة بتاعتك. طيب احنا طبعا هنكمل اسئلتنا، بس عاوزه اعرف انتي النهارده هتقدمي لنا ايه على اسراء هنعمل حاجة بسيطة للجامعه للصبح، حاجة وخروج الصبح. للجامعة. طيب واحنا شغالين بقى اسالك بقى واخد شور منك كل اللي انا عاوزه اعرفه، شور. يلا. اوكي، هبدأ الأول بالفونديشن. هنبدا الاول، ماشي. انتي قلتي لي الميك اب اللي انتي هتعمليه ده هينفع للبنات بقى في الجامعه او خروج الصبح، حاجه سيمبل يعني، صح ايوه كده؟ بالظبط كده. طيب انا عاوزه اعرف منك ازاي ننظف بشرتنا، طبعا قبل اي ميك اب، يعني كلميني بقى قبل اي ميك اب المفروض نعمل ايه، يعني ايه الروتين اللي نعمله قبل ما نحط الميك اب؟ اهم حاجه بصي، لو البشره مش نظيفه ولا ميك اب هيبقى حلو عليكي، ولا حتى احنا ممكن نقف الماسكات. جنب الموديل هنا، شور، هنا ولا هنا؟ خديها بقى معاكي وقفي كده، عرفيني بقى. اول حاجه بترطبي البشره، برطب البشرة طبعا على حسب نوع البشره ايه. لو طبعا، احنا دهنيه مش هنقول اسم لا بس مش لازم هنقول. اكلمك فيه بقى بعد ما نشوف ايه ده. طيب اول حاجة احنا بنرطب البشرة، طيب مش قبل البشرة دي المفروض بيبقى فيه تنظيف بشرة؟ في كل قد ايه تنظيف البشرة؟ على الاقل كل اسبوع. بصي يا نيرة، انا عاوزاكي بس تقفي في الجنب، ايوه كده. اوكي، قولي لي بقى. على الاقل كل اسبوع لازم تنضف بشرتها. في ماسك كده بيتعمل كل اسبوع للشمس وللحبوب بتاعت الشباب. احنا كان معانا سؤال، كويس، كان معانا سؤال، حد عاوز حاجة لحب الشباب، بنت تقريبا في سن 19 20 سنة، هو احسن حاجة هو بذور الكتان. بذر الكتان. هي احسن حاجة للبشرة، بتحط عليها مية سخنة، بتتساب لحد ما تبقى مية مادة لزجة، بعدين يبتدي يتفرد على البشرة عادي، وبتشال بعد ما ينشف. بس هو ده احسن حل، بتعمل مرة واحدة بس في الاسبوع. طيب انتي بقى قولي لي، احنا دلوقتي قلتي تنظيف البشرة كل اسبوع وانتي شغالة، اوكي. تنظيف البشرة كل اسبوع وترطيب قبل ال، قبل الميك اب. طب قولي لي بقى البرايمر صح للبشرة ولا غلط؟ اكتر حاجة غلط كل يوم. كل يوم، عشان كده انتي ما حطيتيهوش دلوقتي. لا ما بحطوش دلوقتي. طيب ليه بقى غلط؟ بيستخدم في الايفنت، عندك فرح، عروسة مضطرة، مش عايزة بشرتك تسيح، مش عايزة الميك اب يتبهدل. لكن رايحة الجامعة انا حاطة، بصي حاطة كمية قد ايه من الفاونديشن؟ انت بسيطة حاطه قوي، بسيط خالص. بسيطة قوي، لانك رايحة جامعة مش مطلوب منك انك تعملي ميك اب اوفر يعني. طيب قولي لي بقى يا نيرة، الهالات السوداء مشكلة كل البنات. الهالات السوداء بتعملي زي قطنة كده كل يوم،
تحطي فيها قهوه بميه او قهوه او قهوه تحطيها تحت العين من القطنه، بتحطيها قهوة في القهوه وميه او شاي اخضر. تمام، سمعت الشاي الاخضر والخيار. والخيار برضو، الخيار بتطحنيه تحطيه فيه قطره، بتحطي فيه القطنه تحطيه تحت العين كل يوم الصبح. طيب عرفيني بقى، انت قلت لي اضرار البرايمر، ان البرايمر خطر خطر خالص. انا طبعا بسالك من اسئله جات لي. طيب عرفيني بقى انت دلوقتي، بما اننا بنعمل ميك اب واحنا شغالين في الميك اب فخلينا فيه، ازاي بقى افرق بين انواع الميك اب والالوان واستخدم ده في فرح او ده في مناسبه او ده في عيد ميلاد او ده في خروج بالليل؟ احسن حاجه الصبح تستخدمي الالوان الفاتحه، هي بتفتح الوش حتى لو كانت سمراء. تستخدم الوان فاتحه، ما تحطيش شادو كتير فوق عينيها. احنا هنا بقى ايه، بتثبتي بالويس باودر؟ بثبت برضو، بصي كمية صغيرة جدا، صغيرة خالص، بس تطفي اللمعة بتاعت الفاونديشن بس مش اكتر. طيب كمليلي بقى بالنسبة لألوان الميك اب. الشادو قصدك؟ ماشي، كلميني في الوان الشادو لان دي بتعمل ازمة كبيرة جدا بالنسبة لبنات كتير. يعني بتختلف بقى على حسب العين، لو العين ضيقة قوي بلاش، بنبعد عن الاسود، بنبعد عن البنيات، نستخدم الهافان، الحاجات الفاتحة. لو العين جاحظه قوي بنقفلها بالاسود. طب قولي لي يا نيرة، الوان الشادو فيها يعني موضه ولا لا بتمشي على حسب ايه اللي يليق مع اللبس او ايه اللي يمشي مع اللبس؟ لا، في اللي هو الشيمري طالع موضه قوي اللي هو بيلمع على طول، بس ده طبعا لازم ايفنت، مش هينفع تستخدمه كده، يعني مش هينفع تستخدمه الصبح. لازم ايفنت. طيب كلميني بقى الحاجه اللي ظهرت مؤخرا، التنت. ليلي بقى حبيب كل البنات بالظبط كده. ليلي ده مفيد ولا ليه اضرار ولا ايه بالظبط؟ هو حلو بس يكون براند كويس. براند كويس، لأن نتكلم برضو في موضوع البراندات ده، بس كمليه الاول. لانه التنت بتحط على البشره، على يعني على الخدود، وتبتدي تدعكيه. فانك تدعكي كل يوم الصبح تبتدي بقى بالظبط، بتكوني خطوط، بتعملي حاجات كتير وحشه قوي. طبعا احنا قبل ما نعمل الحواجب هسرحها. عرفيني بقى انت كده عملتي ايه؟ انا كده عملت البيز بتاع البشره. طيب نعرف بقى البنات كده خطوه خطوه واحنا شغالين عملنا ايه وبدانا بايه. بدانا بالفاونديشن، حطينا كميه بسيطه جدا، بعدين ثبتت بالباودر. هسرح الحواجب وهبتدي احط لون حواجب يكون فاتح شويه عشان خاطر احنا قلنا الصبح. هسرح الحواجب الاول. طيب وانت شغاله بقى كده يا نيرة، طبعا عارفين، بصي انا بجيب لك ازمات في الميك اب بشوفها، يعني لون البودر بتاع الحواجب في بقى بشوف اسود بقى وبني وحاجات بتختلف. بصي لازم يبقى على الاقل لون الشعر، لون الشعر، الشعر بتاع الشعر بتاعها هي. لو هي مداريه شعرها ومش باين منه اي حاجه خالص، بتستخدم الوان فاتحه برضو. لو هي بيضه سمرة بتبتدي تغمق على حسب لون البشرة. يعني الاسود ده موجود، يعني مش موجود غريب، موجود بس مش متداول يعني. طيب قولي لي كده انت وصلتي لايه بقى؟ انا بحدد الحواجب بالجيل اللي انا خدته. اوكي، طيب احنا ممكن نعرض الصور بتاعتك؟ شور، لو ممكن نعرضها يا جماعه بعد اذنكم. قلت لي بقى نيرة، انت بقالك كام سنه في مجال الميك اب؟ بقالي سنتين. بقالك سنتين وانتي صغيره خالص، بس برافو عليكي، شاطره يعني. انا حاسه ان هي مش حاطه اي حاجه يعني لحد دلوقتي، حاسه ان الميك اب فعلا حاجه سيمبل وهاديه جدا. انتي لما بتبقي خارجه الصبح ما بتبقيش عايزه تشوفي الوان كتير، يعني تشوفي حد حاطط الوان بالزبط كتير، دي بتبقى صعبه قوي، هيبقى الموضوع مؤذي للعين فعلا، وهي نفسها مش هتبقى مرتاحه يعني في الشمس وكده، ما بيبقاش الالوان الصبح بتبقاش حلوه خالص. طيب قولي لي بقى، عايزه شويه نصايح كده في الميك اب. ليه مثلا الميك اب الفاونديشن، نختار الفاونديشن ازاي؟ بتختاري ما بين الخط الفاصل اللي بين الوش والرقبه، الخط ده اول مره اسمعها دي. بتختاري من الخط ده، بتختاري لون البشره. نفس الفاونديشن اللي انا شايفه اللون، يعني هو هو بالظبط. انا اخترت اللون لان انا جربت هنا الاول، دي اول حاجه. طيب بس قولي لي بقى، ازاي نفرق بين الفاونديشن المغشوش او اللي هو الكوبي، او يعني شايفين في دلوقتي براندات بتتضرب زي ما احنا شايفين، طبعا اكيد انت عارفه الكلام ده. وباسعار بتبقى ما فيش خالص،
وتبهدل بقى البشره وماتيريال كل تبقى صعبه الفكرة ان خالص. كل براند ليه العلامة بتاعته، يعني بتعرفك الماسكارا مثلا في براند معين بتلاقيها مفتوحة من تحت. ايه الحاجه اللي ما ينفعش احطها على وشي غير لما تكون حاجه اوريجينال، ما ينفعش احطها كل؟ الفاونديشن طبعا. اوكي برافو. لان هو منه للبشرة على طول. انتي بتستخدمي الحواجب في الشعر، بتستخدمي الروج عادي، ممكن تعملي سكراب بعد كده، لكن الوش هو اللي بيتضر في الاخر. طيب قولي لي بقى، انت لما بتيجي تعملي ميك اب لعروسه بقى او مناسبه او اي حد جاي لك، يعني انت اللي بتختاري له الالوان ولا بتسيبيها هي تختار؟ بسيبها هي تتكلم الاول، بحب اسمع منها الاول هي عايزه تعمل ايه، وبعدين ابتدي انا امنشن معاها اللي هي اختارته، بختار معاها الالوان، اعرفها تنسيها رايك بقى من واقع خبرتك يعتبر. بالظبط. اوكي مش مشكله، كملي معاكي كده. قولي لي بقى عملنا ايه تاني. احنا كده خلصنا تقريبا الحواجب، هي مش اوفر قوي. طيب هاخد كده تعملي ايه بقى دلوقتي؟ هاخد من الفاونديشن بتاعي بس انضف تحت الحواجب. مش كونسيلر، كونسيلر من الفاونديشن لو انتي مش عايزه بقى اللون يفرق قوي، فحط من نفس الدرجه بتاعه الفاونديشن. برافو. انا لحد دلوقتي شايفه ان هي سيمبل جدا وطبيعي وما فيش اي حاجه. طيب قولي لي بقى الالوان اللي استخدمها الصبح، الوان الشادو اللي ممكن استخدمها الصبح زي ايه؟ في الهافون، في البنيات الفاتحه، في البيجات اللي لو مش بتحبي تحطي شادو اصلا ممكن تحطي بيجات بس مع ايلاينر. اوكي بس انا مش محبذين الايلاينر الصبح، يعني الايلاينر الصبح لا ما بحبوش الصبح. ما بتحبيهوش انتي ولا هو؟ لا الصبح لا، في ناس بتحطه بس الفكره ان في ناس بتبقى عينيها صغيره قوي وبتحطه، ودي حاجه ما بتبقاش حلوه خالص. ثواني بقى، سؤال هنا، هو الايلاينر بيضيق العين ولا بيوسعها ولا على حسب الرسمه؟ على حسب الرسمه، يعني لو العين صغيره ما بيتحطش برسمه، بس تحطيه لحد اخر العين. لو العين جحزه قوي بتبتدي ترسميه عشان تدي تمويه ان العين صغيره شويه. انا هاخد لون، بصي زي ما قلت لك هافون اهو. قولي لي بقى خدنا لون ايه؟ هافون. هافون. وابتدي امشيه على الكريز بتاعت العين كلها. حلو جدا برافو. بس كده مش هتدمجي الوان تانية ولا اي حاجه؟ هقول لك هنعمل تركايه حلوه قوي البنات هتحبها. طيب ايوه قولي، انا بقى عاوزه التركايه اللي البنات هتحبها دي، قولي لي لان في ناس هتعملي ما ايه. بتعرفش تنزل من غير ايلاينر، فاحنا هنعمل تمويه ان في ايلاينر في العين بس هو ما فيش ايلاينر اصلا. لا ازاي دي بقى، قولي لي هتعملي ايه. خالص. ناخد فرشه تانية. قولي لي بقى يا نيره، الفرش انواع الفرش اختارها ازاي؟ كل فرشة حاجه ليها ليها الحاجه بتاعتها. هناخد شادو اسود. ايوه دي بقى التركايه اللي انت هتقوليها. وهبتدي اسحب العين من عند الرموش كده. لا 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 لا، ده كلام كبير قوي ده. فعلا يعني ده شكل الايلاينر شويه. نفس الفرشه اللي عملت بيها اللون اللي فوق، وهبتدي ادمج الاثنين مع بعض. فعلا. نصيحه بقى مني انا، لازم يكون عندك فرشه. بصي بقى، لا فرق جامد. لازم يكون في فرشه ما بين كل ستيب والتانيه، لازم تنضفي. لازم تنضفي. بالظبط. دي من تركات الميك اب اللي انا بقولك عاوزاكي تقولي لنا كام تركايه حلوه كده من التركات بتاعتك. ماشي. قولي لنا بقى. هعمل العين التانيه، كل ستيب تعمليها في العين دي لازم تعمليها في العين دي عشان ما تنسيش. حلو. هبتدي اخد نفس الخط. يبقى كده قلت لنا الفاونديشن نختاره من لون الخط الفاصل ما بين الخد والرقبه. بالزبط. صح كده؟ تمام. قلت لنا قبل الميك اب لازم يكون في ترطيب. لازم يكون في تنظيف للبشره كل اسبوع. طب ده ما يرهقش البشره؟ يعني انا سمعت ان المفروض التنظيف بس اللي هو تنظيف بقى البخار والكلام الكبير ده بيبقى كل شهر ممكن مره. من غير بخار وكل الكلام من ده؟ غير بخار. ممكن تعملي الصابونه اسمها صابونه فحم. صابونه فحم دي بتتباع في اي حته متداوله جدا.
حلوة قوي للبشرة، بتنضفها جدا جدا جدا. احنا حابين نوضح علشان برضو ما حدش يفتكر تنظيف البشرة انه يكون بالبخار كل اسبوع، عشان لا ده لا لا مسام لا. واسعة ما هو وحاجات بقى. بيفتح المسام، يعني واحدة بشرتها دهنية هتعمل ازاي بالظبط. بخار كل اسبوع؟ هنعمل تحت تمويه ان برضو في كحل، بس هو مفيش كحل، بنفس اللون، لا ده لون بني غامق. بني. احنا كده قدامنا 3 دقايق على نهاية الفقرة، هنلحق ولا ايه؟ هنلحق ان شاء الله. كده انتي قلت لنا نصايح كتير، الالوان الهاديه نستخدمها الصبح، بلاش اي لاينر الصبح، ممكن نستخدم الشادو الاسود. انتي شغاله، هاخد بلاشر، يا سلام على الرقه. ايه القمر ده؟ بلاشر فاتح مش غامق، واو. بتاخديه مع الضحكه وتسحبيه لورا، مع الضحكه بتاعتها وتسحبيه لورا. إسراء مريحة في التعامل يا جماعة. حط ماسكارا بس مش كتير برضو، ماسكارا مش كتير. برافو، غمضي انتي غمضي. اديتينا نصايح كتير حلوة، بشوف رموش بتتركب الصبح وبشوف حاجات الصبح. بيركبوا لاشز الصبح بيبقوا فظاع. شوفي انتي بتبقي حاسة ان عينك مش مرتاحة وانتي شايفاهم. مش هحط ماسكارا كتير، برافو، فتحي. انتي فعلا مش حاطه كتير خالص، انا حاسه ان بس اللوك وهني كله حاجه بالروج، كده طبيعيه يعني. وهني بالروج برضو هنحط حاجة خفيفة قوي. برضو لون هادي، نبعد بقى عن الاحمر والنبيتي والكلام ده كله ايوه الصبح. بالظبط. برافو يا نيرة، عرفيني بقى انتي الميك اب بتعمليه بقى ليكي مكان او كده ولا انتي عندي سنتر بتاعي، مش سنتر يعني، استوديو استوديو صغير صغير؟ كده. ان شاء الله يبقى بيوتي سنتر كبير يا بإذن رب. الله ان شاء الله. كده كده نبقى خلصنا، خلصنا. ممكن نقعد بقى حاجة كده. واو، يعني انا ثانكيو، استفدت منك كتير جدا بصراحة. ميرسي. طيب كلمينا بقى سريعا قبل ما ننهي فقرتنا كده عن اللي احنا عملناه. احنا عملنا حاجات بسيطة قوي مريحة، هي نفسها تبقى مرتاحة وهي ماشية. مدية بوز للعين لطيف، انه مش حاطين حاجة كتير بس العين مرسومة وشكلها حلو. حطينا بلاشر هادي قوي، ما عملنا منشنج ما بينه وما بين الروج. بس هي اصلا ملامحها جميلة. برافو عليكي، طبعا ملامحها ثانكيو. حلوه وانتي زي القمر. ميرسي بشكرك جدا يا نيره، وطبعا بتمنى لك النجاح والتوفيق دايما باذن ميرسي الله في حياتك، حبيبتي. وان شاء الله تفتحي بيوتي سنتر زي ما ان قلتي شاء باذن الله. الله. بشكرك جدا جدا، نورتينا في فقرتنا. ربنا بشكرك يخليك. جدا يا اسراء. مشاهدينا انتظرونا في الفقره اللي جايه.